وهل عرفتم شدة اضطراب الأشاعرة مع قربهم من منهج السلف؟ انظر في عقيدتهم في صفة الكلام لتعرف اضطرابهم، وهم مضطربون يثبتون كلاما نفسيا لا أصل له، ويترددون ويتلونون في الكلام اللفظي في القرآن، ويترددون بين عقيدة المعتزلة وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، يحاولون إرضاء المعتزلة وإرضاء السلف في وقت واحد وهو غير ممكن. هذا اضطراب يعرفه من درس مذهب القوم، وهم مضطربون في صفة علو الله تعالى. منهم من يقول العرش والفرش على حد سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول هو في كل مكان وفي كل شيء. اضطراب خطير في هذا الباب، وهم مضطربون في باب أفعال العباد بين الجبرية وبين أهل السنة. لم يكونوا جبريين واضحين، ولكنهم متسترون بما يسمى بكسب الأشعري، وكسب الأشعري كلام غامض لا يتفقون هم أنفسهم على تفسير هذا الكسب، حيث يجعلون العبد بعد إثبات القدرة له يجعلونه غير فاعل، يعتبرون قدرة العبد كالجهاز المعطل الذي لا يعمل. وهم مضطربون في باب رؤية الرب سبحانه وتعالى في دار الكرامة، حيث يثبتون رؤية بلا مقابلة وهي غير ممكنة. وهكذا تجد اضطرابهم وهم أقرب الناس إلى منهج السلف، فما بال الآخرين كالمعتزلة والجهمية. وغلظ عن معرفة الله حجابهم الذين لا يؤمنون برؤية الله الحقيقية، والذين لا يؤمنون بعلو الله الحقيقي لم يعرفوا الله. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه، لأي نعرفه في علوه. من لم يعرف الله في علوه لم يعرف الله. الذي يزعم بأن الله في كل مكان في هذه الأرض وفي كل شيء ومع كل شيء لم يعرف الله تعالى. هؤلاء هم